السلام عليكم. هنا يصل مدريد ويهدد بإلغاء الكلاسيكو. فبعد برشلونة، كورونا يصل إلى مدريد ويهدد بإلغاء الكلاسيكو بين الريال والبارسا. فقد أكدت تقارير إعلامية إسبانية أنه تم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان عن وجود حالة مصابة بنفس الفيروس في مدينة برشلونة الإسبانية. ووفقا للمعلومات الواردة من إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإنه تم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مدريد، الأمر الذي يهدد بإقامة مباريات الدوري الإسباني في الفترة المقبلة. وقد تم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع خشية من تفشي الفيروس الفتاك في بعض الأقاليم الإيطالية، كما قد يحدث هذا الأمر كذلك في الدوري الإسباني ومن بينها الكلاسيكو المقبل إذا تم تسجيل حالات إضافية. يذكر أن التقارير تأتي قبل أيام فقط من كلاسيكو الأرض، كلاسيكو الليغا الإسبانية بين البرسا والريال يوم الأحد المقبل، حين يستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو خلال هذا الأسبوع. وتأتي هذه التخوفات من انتشار هذا الفيروس الفتاك بين المتابعين والجمهور الفريقين، مما قد يندر بحالة من انتشار الفيروس في إسبانيا بشكل عام.